اجري ما وصل فيهاش كنت كنتمنى باش كنتمنى باش داكشي اللي وصلت ليه في المسار التحكيم ديالي يوصلوا لابن ديالي ويوصلوه حتى للحكام ديال هاد العصبة اللي كانت اللي هي وقفات معايا مزيان في الأثر ديالي، لأنه كنت حكم في عين واحد كنت مكون للحكام بلا افتخار بأنه ساهمت في التكوين ديال مجموعة ديال الحكام، منهم السي يحيى حدقه، السي بوعافية، السي القايدي، السي بن خاطر، السي جي عبد الرحمن، ويسمح لي الإخوان اللي ما ذكرش الأسماء ديالهم. لا زلت ممارسا وكنت كنكون في هاد الحكام هادو، والحمد لله بأنه من 94 حتى 2010 حتى الساعة الحكام دابا اللي كيمارسوا على صعيد النخبة أو الأقسام العليا في الفاسمو كلهم كانوا كنساهمت في التكوين ديالهم. دابا من هاد المنبر بغيت نشد الناس المسؤولين على سوس، هاد السوس هاد المنطقة اللي زدت فيها وترعرعت فيها وبغيت نخلي فيها البسمة ديالي، بغيت باش يديروا واحد الرجول في اتجاه هاد الحكام. أشنو هو هاد الجهد؟ هو كل واحد يديرو في المنصب ديالو والتحكيم يكون مستقل. اللي خدا الرئاسة ديال المديرية الجهوية للتحكيم ما يدخلش فيه حتى شي واحد، يخليو هذا الميدان هو ميدان تقني يسيروه التقنيين، لأنه كاين ممارسات. أنا كنقول أنا حيت كنهضر هكا كنهضر غيرة على التحكيم السوسي اللي كان وصل واحد المستوى فين ودابا فين رجع، لأنه بعد رجع رضوان جيد أش كاين؟ كنتمناو إن شاء الله يكون، كنتمناو، ولكن راه إلا ما مشيناش نعطيو استقلالية لهذ الميدان ديال التحكيم لا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي، بأنه دائما تدخلات ودائما هذا ودائما هذا دائما هذا دائما هذا، التحكيم ما غاديش يزيد. حاجة أخرى، هو بغينا الولوج ديال مدارس التحكيم يمشيو ليه شباب دراري صغار، المهم يكون كيمارس يتابع الدراسة ديالو، هذا هو اللي مهم. لأنه كيقول لك بأنه الإنسان اللي ما عنده واحد مستوى ثقافي ما يمكنش يطلع حكم وطني. أنا اللي بغيت نقول لأنه ديك الساعة راه ذكرها رضوان بأنه الله يرحم السي الحاج الحسين رضيف، حنا سيتي بوك في ذاك الوقت أون بافوي لي ريغلومون ديال لا فيدراسيون، لأنه كان كاين واحد ستاتيو دربيتراج اللي كيقول لك بأنه ما يمكنش حكم يوجه المدرسة ديال التحكيم إلى وصلنا وصل السن ديال 18 سنة. و 18 سنة كنطلبوا له 4 سنين ديال التكوين عاد يمشي للامتحان واش ينجح واش ما ينجحش. حنا قلنا بأنه حنا المهم ديالنا نجيبوا دراري صغار للتحكيم، الوقت ديال السي رمسيس رضوان كاين آخرين جاو الحمد لله. رضوان راه من 94 أنا تقعد في 94 جا 94 جا للتحكيم، من 94 أنا عانيت معاه كمسؤول جهوي، عاد كمسؤول وطني فاش كنت في اللجنة المركزية للتحكيم، لأنه كلهم عرفتي حنا العقلية ديالنا دافعوا باه دار ليه باه فعل ليه باه. التحكيم ما فيهش دافعوا باه ولا دافعوا جدة ولا دافعوا هكا، التحكيم فيه الملعب، الملعب كيعري الحكم عنده ولا ما عندوش، وما كايناش الأقدميات، ما كايناش الأقدمية في التحكيم، هذا عنده 10 سنين ديال الممارسة، هذا عنده هذا، لا، اللي عنده عامين ديال الممارسة وكيستاهل يلعب في النخبة يلعب في النخبة. وما كاينش الكوطا حتى في لي ديزينياسيون. انا كنهضر دابا لانه انا دمي فيه التحكيم، دمي فيه التحكيم، وبغيت التحكيم الوطني نعلمو والسوسي الخاص يوصل لواحد المستوى. بغينا نديرو مدارس ديال التحكيم لدراري صغار افيك دي كريتير، افيك دي كريتير يكون واحد الحوايج اللي هما سادير لا طاي تكون اللياقه البدنيه ديالو مزيانه كاينه، هذا الحمد لله دابا السياسه ديال الجامعه راه كاينه حيت داروا مدارس ديال التكوين، داروا يمكن في الرباط وداروا في بني ملال وداروا في السعوديه، بانه هذه راه نادره حسنه وربما راه جايين. هذا الشيء اللي كنت انا بعد اعوذ بالله اللي قلت انا كنت كنطمح ليها باش تكون هنا في سوس، واخر قبل ان نغادر العصره بانه كنت داخل مع السيد العصره وكنا بغينا نديروا قسما بالله وهذا واش اتفقنا باش نديروا مدرسه هنا في اكادير،
نموذجية نديرو يكون إتود كيقراو سبور إتود ولكن لي ظروف أنا غادر الرصبة ولكن أنا دائما واخا أنا غادر الرصبة دائما كنتبع التحكيم دائما كنتفرج المقابلات ديال الحكام دائما كاين إخوان اللي هما كانوا في اللجنة المركزية في المديرية الوطنية ديال التحكيم ودائما كنتلاقى معاهم كيقول لي الله يرحم الوالدين إلا يمكن لك مشيتي شي ملعب وبان لك شي كفاءة ولا شي حاجة قول لك ودي هذا حرمت على راسي بأنه نمشي لشي ملعب أنا عندي الجامع الدار ونتفرج في التلفازة عندي في الدار ما نمشيش لشي ملعب إذا كان شي واحد يعمر شافني في شي ملعب من تقريبا 4 سنوات ولا 5 سنوات يقولها لي لأنه بزاف بغينا لهذا الميدان الحمد لله الجامعة قامت بواحد المجهود جبار الجامعة على رأس السيد فوزي الوزع بأنه زاد بالرياض وهيب ولكن المجالات الأخرى خصهم يسيروا التحكيم التسيير كلشي خصو يسير لأنه ما يمكنش إلا قال لك الكرخصة ماشي نبدلو ليه الشيفور دونك خصنا دابا باش نبقى في المجال ديال التحكيم نرجع للرواج